نص كيلو لحم عجل مقطع شرحات، معلقة كبيرة زنجبيل مبشور، وحبتين من الثوم المفروم، بصلة خضرة مفرومة، ربع كوب زيت نباتي، كوب من الصويا صوص، ربع كوب سكر بني أو عسل. كمان رح نحتاج لعصير ليمونة ومعلقة كبيرة من زيت السمسم، معلقة كبيرة نشا، ربع كوب مي باردة، فلفل أسود، وكوبين بروكلي مقطع، حبتين جزر مقطع، ورز أو نودلز للتقديم. بالضبط. هلا أول شيء وأهم شيء طبعاً بالأكل الصيني أو الياباني أو الستير فراي فود إنه تكون الطنجرة كتير حامية، بعدين منضيف لها الزيت ونقلي على دفعات. طبعا انا مقليه لانه عندنا كميه، ورح اخلي اخر دفعه او دفعتين نعملهم على الهواء. هلا بدي انزل عليهم الثوم والزنجبيل، رح يصير في طرطشه. دانا بدفع حق الفستان، بدفع حق، والله بدفع حقه. وهي اللحمه اللي عندنا اخر دفعه. دائما حاولوا الاكل الياباني او الصيني انه نقليه على دفعات. طيب اوكي، طبعا هاي او الاستروجانوف يكون او الاستروجانوف او الشاورما. في بعض الاكلات لازم نقليها على دفعات. أوكي. حتى تضلها معنا تمام تكون الزيت حامل. ثوم وزنجبيل. اوكي، هلا هون انا محضره كميه، عملتها بنفس الطريقه، دفعه وبحط دفعه وبحط لحديت ما تصير عندي الكميه كامله، او اذا عندكم ووك اكبر بتاخذ كميه اكبر اكيد. اوكي، بس رح اضيف عليهم شغله واحده اللي هي بس فلفل اسود، ما بنحط ملح ابدا لانه فيها الاكله كوب من الصويا صوص فهي مالحه. اوكي، شمم احلى ريحه الزنجبيل مع الثوم. انا بحبها اساسيه. هلا كمان رح اشغل على هاي حتى تضلها حاميه معنا، وهون رح اعمل خلطه صوص الترياكي. اوكي، هاي عندنا الصويا صوص كميه قد ايه حطيتي؟ كوب. عندنا شوية مي باردة، كله على البارد. بعدين عندنا النشا، على فكرة شو يعني ترياكي صوص؟ الترياكي صوص هو عبارة عن صوص مكوناتها فيها صويا صوص مع إشي حلو. أوكي. الإشي الحلو ممكن يكون سكر يا بني. اما سكر بني أو يا عسل. اما عسل دبس يا اما دبس. والله ما انا شاطره. يا اما عصير برتقال. امبارح تواصل معي الشيف محمد الضميري، بوجه له تحيه. صبح عليه محمد. بسبح عليه، وحكى لي انه هو كثير مبسوط اني انا بدي اعملها لانه بحبها ومش كثير متعارف عليها عنا. هو بيحط مثلا عصير برتقال، اي شيء حلو مع صويا بشكلكم صلصه الترياكي. هلا انا حطيت النشا والصويا، شويه عصير ليمون، والسكر البني عشان انا اعطيها الحلاوه. بتقدروا عسل زي ما حكيت او عصير. يعني هلا ما بزبط طعم الترياكي غير بطعم الحلو، لازم حلو مع صويا، هذا اساسي يعني. فهذا بقول لك الترياكي الصوص الحلو فيه انه دائما واحد بجيبه جاهز باناني من السوبر ماركت. بس ما بتصدقي قد ايه نكهه بتختلف لما بتعمليه بالبيت. كثير كثير بتختلف. شايفين كيف بصير لونه؟ حتى هيك البني اللي زي ما بنقول يعني شويه باهت لونه من النشا، والنشا هو اللي رح يسبك لنا الصوص. فهاي الخلطه صارت عندنا تمام. بس ضل احط عليها شويه فلفل زياده. اذا حطينا صويا، مي، نشا، عصير ليمون، ضل الزيت النباتي. سكر. فيها برضه زيت. هلا ديما اذا ما حطينا، حكيت لك السكر بيرجع عادي كانه صيني عادي. اذا ما حطيت السكر رح تطلع مالحه كثير اصلا لانه فيها كوب. فانت اذا ما بدك تحطي السكر حطي عسل، او بتعرفي ايش كمان زاكي كثير معاها رح تستغربي؟ صوص البانكيك. والله. او الميبل سيرب هو بالاصل. بس طبعا احنا لانه ما عندنا ميبل سيرب دائما بالاردن، الميبل سيرب مع الترياكي صوص رهيب. حلو. هلا اول ما تبلش اللحمه هيك تاخذ معنا لون، طبعا هون لحمه عجل فما حتاخذ كثير وقت على النار، راح اضيف لها هدول وبعدين نعملهم الصوص. بحكوا لك ديما نحفانه. نحفانه صح؟ وزني لا، يعني بس رياضه. شفتك نحفانه. رياضه. انا ما بوقف الرياضه، بس لما كنت بالامارات وقفت فتره فرجعت هلا على رياضتي، بس هذا الشيء الوحيد يمكن مختلف عليه. اوكي، هلا الصوص هيها جاهزه. شايفه دانا؟ زي ما قلت لكم تنعمل مع الدجاج او الجمبري، او تقدروا تعملوها على السامن تخبزوه بالفرن كثير طيب معها. حلو. هلا رح اضيف لها اللي انا مقليتها شوي حتى تسخن.
نحركهم مع بعض. هلا شوفي كل الاكل الصيني بدخل له خضار انا عاده الا هاي الاكله، اي شيء ترياكي بحب استطعم بطعمه الترياكي مع اللحمه او الدجاج، فانا سلقت خضار حتى ازينها احطها حوالي الصحن. لو انتم حابين تقدروا تضيفوهم بس تكونوا مقليينهم لحال مش سلق تقلايه، تقلوهم ستير فراي لحال البروكلي مع جزر بعدين تضيفوهم للاكله، بس انا شخصيا بحب انه اضيفهم جنبها ولا اني اقدمهم معاها. كيف الريحه؟ صحيح صح؟ اوكي. هلا دانا رح نضيف الصوص ونشوف كيف رح يتسبك راسا ويسمك معنا على النار. هلا لو احتجنا له كمان مي ساعتها بنضيف مي سخنه مش مي بارده طبعا. هلا احنا حطينا مي بارده لانه كانت الصوص على البارد. اوكي بنخليها تغلي غلوه مع اللحمه. اوكي بتعرفي ايش نسيت احط بالصوص؟ نسيت احط زيت السمسم، فبس بدي انزل بس هيك كم نقطه. دائما اصلا زيت السمسم نحطه بالاخر لانه ما بدنا اياه يحترق، فبس للنكهه بننكه فيه. هلا الاويستر صوص لشو بالضبط يستخدم؟ الاويستر صوص الاكل الصيني. صيني ولا البحري بالتحديد ولا مو شرط؟ لا مو شرط. مو شرط. لا لا مو شرط، انا بستخدمه مرات مع الدجاج كثير زاكي. يعني قد ايه بفرق عن الصويا صوص؟ بيختلف بيختلف. دانا الشيء الاخير اللي بنحطه بعد ما نسكب الاكلير بحط عليها بصل اخضر، انا مقسمته هيك بس طبعا مش ضروري تقسموه هيك. اوكي. وسمسم محمص، يعني السمسم وهو ني حطيته بمقلاي وحمصته حتى يصير لونه ذهبي. هدول الشغلتين بس رح اضيفهم عليهم بالآخر. يعني هذا بس بصل عادي اخضر؟ بصل اخضر بس كثير حلو الطريقه. مفروم ناعم. مناف وتمال وانوار وبيان صباح الخير، وسوسن السيد ودينا الكردي وانوار انوار اوكي مش انوار اوكي، ومعاذ محمد صباح الخير شكرا. ربا ناجي من صباحك بالخير يا ربا. صباحك يا ربا، تحيه كبيره لك. سلم عليها. وبسمه عاشور بنصبح عليك. لولو علاونه اللي هي الاء علاونه اكيد، ونجلة صقر وسجود عطيات كمان. سجود بسلم عليها كثير على اختها، طول شغلك مميز ورائع بتقول لك سجود. بسلم عليها كثير شكرا يا بسمه. ام ليث البكري انوار ودينا الطباخي. دينا دائما بتبعت لنا كمان. اوكي طيب هيك تقريبا الصلصه صارت جاهزه. في سؤال كان عن التكه، بنحط له لبن؟ عن الدجاج التكه بيطري اللبن او ما بنحط له؟ في بعض خلطات بنحط له، يعني في كثير خلطات للدجاج. نسيت الصراحه اذا انا تبعتي فيها لبن، يا ريت حد يذكرني من اللي عم بيحضروا. نسيت بعضنا. اظن خلطتي لا ما فيها لبن التكه بالذات، لا بس هي بتقدري تستخدمي طبعا اكيد اللبن. طيب سهير وروزان صباح الخير، بزبط اعمل ستيك بهاي الخلطه؟ هي هي هاي لحمه اصلا عجل، يعني لو تركتيها شرحات وقدمتي الصوص جنبها بصير، بس طبعا بدك تغلي الصوص على النار حتى يتسبك معاكي ويصير سميك زي ما هو عندنا هلا. هلا ديما انت حطيتي السكر و شو الاشي الثاني؟ المي، الصويا، زيت السمسم والسكر بالنظر ولا في كمية؟ لا كاتبه مقادير. كاتبه. اوكي كاتبه انه تقريبا كوب صويا، بتقدروا تقللوا الصويا لانه الصويا مالحه. المي قد ايه؟ طبعا في زيت، في ليمون، لا في مقادير يعني. اوكي اذا في مقادير هلا رح ارجع اذكر فيها او موجوده باسفل الشاشه اللي عم نسال. سارة سمير بدي طريقة كرابيج الحلب. حاضر يا سارة. سارة الجابري من قطر ودعاء. سهير شكرا، الحمد لله على سلامتك بتقول لك. الله يسلمك يا حبيبتي، تسلمي. فاجأتيني انك مو عارفة كنتي. يعني انا كنت ما حدا حكى. خسارة، بقول لك يعني سلامتك. انا استفقدتك ما حكيتي. شفتي كيف حلو الواحد يعذر الأم؟ والله العظيم عن جد اتخذ لأخيك عذرا فعلا. يعني الواحد إذا بده يعتب لا عن جد كلهم بدون ما يفكر بظروف اللي قدامه. الحمد لله يعني وسألوا عني بتعرفي يا الله دانا ما سألت. بتعرفي بدي أسلم على مين؟ على سناء. دنات؟ سناء مريضة كمان. سلامتك يا سناء. سناء كمان مريضة وكانت بالمستشفى. بتقول لك ليلى، ليلى فتياني ما كانت تعرف عشان هيك ما سألتها. اخ ليلى يلا حبيبتي، ما احنا العتب على قد المحبة. بس سناء بتعرفي لأنه كمان تعبانة امبارح ما إجت. سلامتك سناء. كانت والله بالمستشفى برضه بحب اطمن المشاهدين عليها. سلامات 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 يا سناء، ما تشوفي شر يا رب.
هلا انا ما عم بحاول انزل الصوص كلها، طبعا رح نخليها للي بده مع الرز أوكي. حتى يضل بعدين المنظر شوي حلو لوقت التقديم، واللي بده بعدين بزيد. طيب ديما جد زعلتي مني؟ لا تخيلي دانا انا ما بزعل حبيبتي، بعرف كل واحد كيف نفسيته وكيف بفكر وكيف بحس، بعرف مين بحبني يعني ما عن جد. لا عن جد والله دائما انا باخذ دائما عذر للناس. أنا مرات ممكن أزعل بس بعدين لما أعرف إذا في سبب معين أنا بحكي عن جد الواحد ما بعرف ظروفه. ما في شيء مستاهل إذا أنا الواحد يزعل عن جد حاله يزعل. مين رزان عودة يا ريت تحكوا لي على الهوا. إيش ده إيش يا رزان؟ سلامات لا سناء سناء سلامات يا سناء. دانا أنا ميس من الشارقة بصبح عليكم، صباح الخير يا ميس. تقدري تعملي مع الجمبري يا هلا؟ بتقدري مع الجمبري وبتقدري مع اللحمة وبتقدري مع الجاج وبتقدري مع السمك. صوص أساسي جداً في المطبخ الآسيوي. طب ديما شو رأيك تعملي لنا إذا بتقدري أكلات للرجيم؟ حاضر ليش لا؟ على فكرة في اعتقاد خاطئ إنه اللي بيطبخ ما بيعرف يعمل أكل دايت، وهو هذا كتير غلط. بالضبط. لأنه الشيف الشاطر أو اللي بيعرف يطبخ بيعرف طعم التومة وكيف يعمل نكهات ويوازن بين نكهات يطلع أكلة زاكية حتى لو إنها إنه ما تكون تقيلة بالمواد. بعدين انا على فكره انت شوي لاحظي اكلي، انا اكلي خفيف ما بستخدم سمنه ولا زيوت كثير الا طبعا بالحلويات، لانه الحلويات بحب اعملها على الاساس يعني على الاصول كيف لازم تكون. هلا بدنا نعمل شويه زي ما قلت لكم انا هدول بس للتزيين. زي ما حكيت اذا دخلت خضار مباشره بيضيع الطعم، يعني هيك حلو تركزي على طعمه الاكله كاكله كيف طعمتها. شويه جزر نسرين رماوي ريم عمرات رنا نمر وفطوم عبد الله وعامر او اميره سوري اميره يحيى. شكرا يا سوناتا وفاء حرب صباح الترياكي الجميل. الله يسعد صباحكم. جهاد غزال هبه عبيد بيان محمود دعاء رنين وامونه تمارا معالي، رح نعطيكي احكي مع قسم الاعداد تمارا لا نعطيكي الرقم. وساره سمير ام ايهم ابو شرار، هي ام ايهم بتحكي لك انا عملت السينمون طلع روعه. يسعدك يا ام ايهم. بس كنت اسالك شغله انت ولا هي؟ لا انا لانه عملت السينمون وطبعا العجينه بتشهي زي ما انت حكيتي، بس اذا بدي اعمل الصوص اللي فيه الجوز صحيح. مش الابيض الكراميل تكتحري زبده وبعدين معها سكر وبعدين كريمة وكريمة وجوز بعدين بتفتفتي فيها جوز، بس كتير أسكى إنك تحمصي الجوز ما تحطي ني، حمصي بمقلاي وبعدين حطيه بس بتلازق. بس زبدة وسكر يعني هو كراميل صوص وكريمة هي تقدم يا مع الكراميل يا مع الكريم تشيز أو مع الشوكليت صوص، بس مش الشوكولاتة الجاهز هذا برضو هيك تعملي له صوص شوكولاتة الدوبي معها زبدة وهيك بتطلع زاكية كمان. أوكي خليني أحطها جربتها زاكية يسلم هالإيدين، حبيت الصحون يعني الأجواء التايلاندية على أصول. بس ما عندي واحد يزبط كان خشب عيني للجاج فقلت